كنت ملازم مع شوقي غريب في الشباب، كاس العالم للشباب، وكنت معاه تاني فين بعد كده؟ في سموحه. في سموحه. ما انا بقول لك موسمين في سموحه، ورحنا رحت معاه. انا كنت نازل في السعوديه، خلصنا الدوري وفي فتره راحه شهرين، فنزلت منهم شهر. اشتغلت معاه الشهر دوت، قال لي استعان بيا معاه في الاتحاد الاسكندري. اتحاد اسكندريه خدنا خامس. يعني انت كعب داير مع شوقي. خلصت وترجعت السعوديه تاني. طيب احنا معنا تقرير لشوق غريب، هنشوف يقول لك ايه ونرجع تاني نكمل حوار. حبيبي يا ابو الشوق. والله يعني هو كابتن مصطفى طبعا طول عمره وهو مساندنا بصراحه، يعني مساندنا وموجود معانا في اوقات انت بتشوف الوسط عامل ازاي وبتشوف الحاجات اللي موجوده، لكن طول عمره يعني عايز اقول لك على حاجه، الكابتن مصطفى عنده نقاء طبيعي يعني، وهو لعيب وهو بيشتغل مدرب وهو بيشتغل في الاداره الرياضيه، وهو على المستوى الشخصي ومستوى الاسره ومستوى البيت ما يعني اي حد يتمنى ان زي ما بنقول في العرب بيعملوا جلسه يكون هو موجود فيها، لان انت بتستمتع بيه دايما وبتستمتع بكلامه وبتستمتع بحاجته، ودي نادرا ما توجد في الوسط الرياضي الشخصيات اللي كابتن مصطفى فيها دي بصراحه. يعني اول ما مسكت منتخب الشباب انا كلمت حماده وقلت له حماده انا توليت المهمه ومسكت الفريق وده فريق جديد خالص والكلام ده وكده، فحتى سالني قال لي دلوقتي انا شايفك يعني ايه، يعني ما كانش لسه جه معايا خالص، يعني كان ساعتها وكان ماسك منتخب القاهره. فقلت له حماده بص يا حماده انا لسه بكون الفريق وبكونه والكلام ده وكده، كنا بنلعب ماتش ودي معاهم يعني، فقلت له انا بكون الفريق وانا يا ريت انت تبقى معايا والكلام ده وكده، احنا نكلم كان الكابتن سمير زاهر نكلم الكابتن سمير زاهر والكلام ده وكده، وبعدين انت تروح وتشوفه وتقابله وتشوف رايه ايه والكلام ده وكده يعني. ده كان اول كلام معي، وبدا معي كابتن حماده في منتخب الشباب، بدانا مع بعض وجبنا الميداليه، واللي طبعا دور كبير جدا جدا في الجهاز وادائه ودوره في مع اللعيبه ودوره في كل المواقف اللي حصلت لنا هناك وفي التشكيلات، ما لو كنا بنختار التشكيل وبنختار الفريق. بص انا يعني عايز اقول له كابتن حماده يعني معلش، ساعات الواحد احنا بنفقد بعض كاصدقاء وكاخوات، اخوات الاول مش اصدقاء يعني، لما بتفتقد ناس اصحابك في اوقات كتيره بتبقى متاثر يعني. حماده عايز اقول له انت قامه كبيره، سواء في اللعب انجازاتك كتير، سواء في التدريب انجازاتك اكتر، انت حققت حاجات كتيره جدا جدا جدا. الشغل هيجي وهتشتغل وهتشتغل مره واثنين وثلاثه واربعه، ومش هتقلل منك اي حاجه لان اسمك كبير جدا، وده اللي عايز اقول لك عليه. ربنا يبارك في طبعا في الاولاد، ده اهم حاجه، ويبارك لك في مدام نال طبعا الاساس. انا عارف انك بار باسرتك وبار باخواتك وبار بكل حاجه، لان انا اللي عارف حاجات كتيره بقولها، ربنا يكرمك اكتر واكتر واكتر، وباذن الله باذن الله باذن الله في اقرب وقت اشوفك في نادي يغطي طموحاتك اللي انت عايزها. اولا انا بشكرك يا كابتن شاوي على الكلام الحلو اللي انت قلته لي دوت، وبعد كده هسيب كابتن حماده بقى هو اللي يكمل بقيه الكلام ليك. يعني اخويا شوقي طبعا. نعم. والبدايه التحقيقيه في التدريب مع شوقي غريب. نعم. يعني شوقي من الناس اللي استفدت منهم كتير قوي في المشوار، في المنتخبات، في الانديه بعد كده. يمكن اول ما ارتبطنا ببعض بفتره طويله جدا مع بعض وخلاص فهمنا بعض بالنظرات، بنفهم بعض هو عايز يعمل ايه، عايز يشتغل ازاي، ومواقفنا كتير قوي بقى في كاس العالم في الشباب في الارجنتين، ومواقف بعد كاس بعد ما خسرنا من الارجنتين 7، ازاي قدرنا هو شوقي وانا نلم الفرقه ونقدر نقوم تاني وناخد تالت عالم. راح سموحه خدني، راح الاتحاد الاسكندري فكر فيا ان انا ابقى موجود معاه. يمكن لما انفصلنا يمكن ادي الصوره دي اهي. ده في دراسات، كنا بناخد دراسات مع بعض. الله يرحمه عبد الرحيم خليل، محمد رمضان. ادي شوقي، ما اعرفش مين الاثنين اللي وراه. لا مش باينين يعني. مش باينين. مش هفتكرهم. دي
وادي سوره كمان ناخدنا الرياضي الاستاذ محمود معروف مشاوي ومحمد عمر والله يرحمه ابراهيم والله يرحمه الكابتن ابراهيم. دي كانت فين دي؟ دي كانت في حفله تقريبا